حقق ميناء طنجة المتوسط تقدما كبيرا، حيث احتل المرتبة 35 عالميا بعد أن كان يحتل المرتبة 46 سنة قبل ذلك، ذلك وفق أحدث تصنيفات لويدز ليست وكونتينر مانجمنت. وأفادت السلطة المينائية لطنجة المتوسط في بلاغ لها بأن هذا التصنيف يهم أول 120 ميناء عبر العالم من بين 500 ميناء لديها أنشطة في مجال معالجة الحاويات، مسجلة أنه أصبح أول ميناء في عملية إعادة شحن الحاويات على صعيد البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا ريادته للسنة الثالثة على التوالي على مستوى القارة الإفريقية. أضاف المصدر ذاته أن ميناء طنجة المتوسط تمكن خلال العام الماضي من معالجة 4,800,000 حاوية. كما سجلت السلطة المينائية لطنجة المتوسط أن هذه النتائج تعكس ثقة واهتمام التحالفات الملاحية الكبرى في هذا الميناء كمنصة لوجستية رئيسية، بالإضافة إلى الشراكة القائمة بين الوكلاء التجاريين والمجهزين والإدارات والسلطة المينائية الذين يعملون يوميا لتحسين زمن الرسو والإبحار وتحسين خدمات استقبال السفن وفقا للمعايير الدولية.